جولة جديدة ما تبقى نطف بها على عدد من قصص أحياكم الله. النظام يفرج عن دفعة جديدة من معتقلي درعا، كيف حولت مظاهرات المحافظة كفة الانتصار؟ مقبرة جديدة في الرقة، المدينة تعوم على بحر من الجثث مع توقع اكتشاف المزيد. ومن لبنان إلى تركيا، هجمات عنصرية وأخرى تدافع عن اللاجئين. لا تكاد الأمور في درعا تميل إلى الهدوء، لا تكاد، حتى تعود ثنائية النظام والناس إلى الحركة. هذا الأمر ظهر خلال الشهرين الماضيين بإفراج أفرع الأسد عن معتقلين من درعا بينهم أطفال على 3 دفعات حتى الآن. هذا الأمر يفسره كثر على أنه تنفيس عن الضغط الشعبي الذي توج على شكل مظاهرات أكثر من مرة. دفعة ثالثة من المعتقلين أطلق النظام سراحها بناء على مرسوم من بشار الأسد. بعض هؤلاء اعتقل منذ أشهر قليلة، خاصة من الذين رفضوا الالتحاق بالخدمة العسكرية كما تقول مصادر من داخل درعا. هذه المصادر توقعت أن تكون هناك عمليات إفراج أخرى عن معتقلين وينتظرها كثر من أهل المحافظة. نشطاء درعا يقولون هؤلاء الذين أفرج عنهم هذه الدفعة الأخيرة هم من الذين اعتقلوا بعد سقوط درعا بيد النظام، واعتقلوا من على الحواجز، وكذلك أتى الإفراج عنهم بعد الاجتماع الشهير هذا الذي حدث قبل شهرين في دمشق في مكتب الأمن الوطني. حضره علي مملوك، حضره كذلك وزير دفاع النظام علي أيوب وعدد من وجهاء درعا. قيل أنه تم الاتفاق على مجموعة من المطالب، ووعدهم علي مملوك لوجهاء درعا أنه بتحقيق هذه المطالب. البعض يقرأ هذا الأمر في هذا السياق. عموما نحن سوف نستفيض في الحديث عن هذا الأمر مع ضيفنا بعد هذا الملف. في حزيران 2018 وقعت روسيا اتفاقا للتسوية والمصالحة مع فصائل المعارضة في محافظة درعا بعد أشهر من القصف والهجمات البرية على مناطقها وعلى أغلب مناطق الجنوب السوري بهدف إعادة الأوضاع في هذه المنطقة لما قبل 2011. موسكو ظنت أن اتفاقات التسوية في درعا ستحل الأمور كحال مناطق كثيرة من سوريا، لكن ما جرى لم يكن في حسبان الروس من مظاهرات، احتجاجات، عصيان مدني في عشرات المدن والبلدات اعتراضا على إخلال النظام، والروس كذلك ببنود التهدئة.
الأوضاع في درعا ليست على ما يرام إطلاقا بالنسبة للروس وللنظام وللإيرانيين، والإيرانيين بتفريعاتهم. هناك أشياء كثيرة تحدث في محافظة درعا. لمزيد من تسليط الضوء على ما يحدث في الأرض معنا عبر سكايب من مرسين الصحفي باسل أبو يوسف. باسل، مساء الخير. مساء الخير لك وللمشاهدين. حياك الله. الآن هناك دفعة تم الإفراج عنها. السؤال، لماذا النظام يقوم بالإفراج عن هذه ثالث دفعة؟ يعني ما الذي يدفع النظام لهذا الفعل؟ حقيقة هذه الدفعات بدأت منذ 23 أيار مايو من العام الجاري. طبعا غالبية المفرج عنهم أو العدد المفرج عنهم حسب مكتب توثيق الشهداء في محافظة درعا هو 66 شخص، غالبيتهم كانت مدة اعتقالاتهم بسيطة، كان العدد الأكبر ممن أجروا تسويات. أيضا هناك من المفرج عنهم عناصر كانوا في صفوف النظام السوري وتم الإفراج عنهم، هم معتقلين عسكريين، حقيقة كانوا معتقلين لأسباب مسلكية وعسكرية ويقاتلون في صفوف النظام، وتم الإفراج عنهم ضمن هذه الدفعات. أما العدد الأكبر الذي حقيقة يتم تداوله حول عمليات اعتقال يقوم بها النظام، إذا أردنا المفارقة بين عدد المعتقلين وعدد المفرج عنهم فهناك فارق كبير. مكتب توثيق الشهداء وثق 619 شخص منذ بدء اتفاق التسوية جنوب سوريا حتى هذا اليوم، تم اعتقالهم على حواجز النظام السوري، والعدد يتجاوز ذلك حيث يصل إلى 900 شخص، والمفرج عنهم هم 66 شخص خرجوا على ثلاثة دفعات. طبعا هذه أعتقد أنها أبر تخدير يرسل بها النظام. باسل سوف نأتي على الحديث. هل هناك يعني حديث عن دفعات أخرى ممكن؟ حقيقة هناك كان حديث قد جرى مع ما يعرف بخلية الأزمة في درعا البلد والمركزية في مدينة طفس، وهم عدد من الشخصيات من محافظة درعا إن كان من الوجهاء أو من القادة العسكريين الذين كانوا موجودين في فصائل الجيش الحر سابقا بعد اجتماعهم مع علي مملوك في دمشق، وكذلك الاجتماعات المتكررة. طيب المتكررة التي تعود بك إلى هذا الاجتماع. هناك أعداد سوف يتم إخراجها. باسل، إذا كنت تسمعني، أعود بك لهذا الاجتماع الذي جرى مطلع نيسان في مكتب الأمن الوطني. حضروا علي مملوك، علي أيوب، حضروا يعني شخصيات كبيرة من النظام. السؤال الآن، لماذا برأيك يجتمع النظام مع وجهاء درعا؟ ما الذي يدفع النظام لمثل هذه الاجتماعات؟ وقيل إنه علي مملوك وعد الناس يعني خيرا وسوف يحلحل بعض الأشياء المستعصية. ما الذي يدفع النظام لهذا الأمر؟ حقيقة أهم الأمور التي تدفع النظام باتجاه هذا المنحة أعتقد أنه الضغط الروسي على النظام السوري من أجل تخفيف الوجود الميليشيات الإيرانية في جنوب سوريا، حيث تتواجد هذه الميليشيات بأشكال مختلفة إن كان في الفرقة الرابعة أو فرع المخابرات الجوية أو غيرها من الجمعيات التي تتواجد في الجنوب السوري. السبب الرئيسي لهذا الاجتماع هو تخفيف وجود أو عدم وجود الميليشيات الإيرانية في الجنوب بأمر من الجانب الروسي. أما السبب الآخر والأهم أيضا هو الضغط والاحتجاجات التي قد تشهدها المحافظة أمام عدم وجود الخدمات، أمام عمليات الاعتقال المتكررة، أمام عمليات الاغتيال المتكررة. الساحة الآن في درعا يبدو ملتهبة قليلا. اليوم في هناك هجوم على حاجز المخابرات الجوية في بصر الحرير. من الذي يقوم بهذه الهجومات باسل؟ هل هناك جهة معروفة بعينها هي التي تستهدف؟ طبعا هناك عدد من العناصر لم يجروا عمليات تسوية وهم لا زالوا موجودين في الجنوب السوري، بعضهم يفر وهناك مساحات شاسعة يختبئون فيها، يطلق بعضهم على نفسه اسم المقاومة الشعبية، لكن هناك اختراقات حتى لما بات يعرف بالمقاومة الشعبية. هناك عمليات تنفذ في الجنوب، طبعا حسب ما يصلنا من أخبار من الجنوب أن حتى هناك خلافات في صفوف النظام السوري تؤدي إلى هذه العمليات، حيث لا يوجد أي توافق ما بين فرع المخابرات الجوية وفرع الأمن العسكري. هناك أيضا عمليات اعتقال أو عمليات اغتيال نفذت في الجنوب من قبل فرع الأمن العسكري بحق شخصيات ولاؤها أصبح لفرع المخابرات الجوية. هذا الخلاف الكبير يحدث بسبب الوجود الإيراني في الجنوب السوري، بسبب لؤي العلي رئيس فرع الأمن العسكري في درعا يحسب على الروس؟
حقيقة نعم، هذا الأمر يعني بعد حديثنا مع العدد من القيادات والعدد من الشخصيات التي فاوضت في الجنوب، يحسبون لؤي العلي على الجانب الروسي والعمليات التي البعض يقوم بها، يقول إنها بأمر وبتوجيهات من لؤي العلي، وحتى أن هناك كانت أوامر لعمليات مداهمة تريد أن تقوم بها الفرقة الرابعة تحديدا في منطقة العجمي. جاء الأمر من لؤي العلي للفصائل أو للمقاتلين الموجودين له في الجنوب السوري بأن يوقف هذه العمليات. يعني يمكننا القول أن لؤي العلي أمر الذين هم تحت جناحه اليوم من مقاتلي من فصائل التسويات، أمرهم بأن يتصدوا لأي عملية قد تقوم بها وهؤلاء المقاتلين يلتزمون بما يريده لؤي العلي، ينفذون حرفيا ما يطلبه؟ لا يوجد لهم خيار امام ذلك. طبعا هناك عدد من المقاتلين منتسبين بشكل مباشر لما يعرف بالفيلق الخامس وبتبعيه طيب. مباشره للروس باسل. لكن هناك اعداد منتسبه للامن العسكري وايضا للفرقه الرابعه والمخابرات الجويه. الان ذكرت الفيلق الخامس، اريد ان اعرف منك وضع الحاضنه الشعبيه، يعني الناس الذين ارسلوا اولادهم فصائل التسويات للفيلق الخامس، قتل عدد منهم في معارك حماه، يعني النظام يرسلهم إلى حماة، ردة فعل الناس كيف على هذا الأمر؟ هناك استياء كبير من ذلك، خصوصا أن الوعود جاءت عند تشكيل الفيلق الخامس بأنه لن يتم إرسال المقاتلين باتجاه الشمال السوري، لكن لم يلتزم الجانب الروسي ولم يلتزم مشكلي هذه الفصائل التي يعد أهمها والتواجد الوحيد للفيلق الخامس حقيقة في درعا هو في مدينة بصرة الشام، حيث يتزعم هذا الفصيل التابع للفيلق الخامس أحمد العودة. هناك استياء من هذه العمليات خصوصا أمام الوعود التي قدمت لهم بأنه لن يتم إرسالهم إلى الشمال السوري، لن تكون هناك عمليات قتال قد يقوم بها. وللعلم هناك أيضا مقاتلين من الفرقة الرابعة ومن الأمن العسكري لا زالوا موجودين في درعا ولم يرسلوا إلى الجنوب إلى الشمال السوري للمشاركة في العمليات القتالية. طيب الوقت دهمنا كثيرا باسل أبو يوسف، باختصار شديد لجان بسط الاستقرار هذه التي تتبع لخالد محاميد، هل ما زال لها فعالية على الأرض أم الآن الأمر للجان الصلح التي تتبع لأي علي؟ من الفاعل الآن على الأرض في درعا؟ هناك التيارين يعملان في الجنوب السوري، لكن تتقسم المنطقة جغرافيا. إذا أردنا عن حجم السيطرة لخالد المحاميد نتحدث عن الريف الشرقي، أما إذا تحدثنا عن لجان التي شكلها لؤي العلي فهي تسيطر بشكل فعلي على الريف الغربي. أهم الوجهاء أصبحوا موجودين ضمن هذه اللجان، طبعا يتحكم خالد المحاميد كما قلت لك بلجان موجودة في الريف الشرقي، ولؤي العلي يتحكم بلجان موجودة في الريف الغربي من المحافظة. الصحفي السوري باسل أبو يوسف كنت معي عبر السكايب من مدينة مرسين التركية، شكرا جزيلا لك. شرع فريق الاستجابة الأولية في الرقة شرع بانتشال مجموعة جديدة من الجثث في منطقة معسكر طلاع بريف المدينة الجنوبي بعد انتهاء من انتشال مئات الجثث من مقبرة الفخيخة وقبلها في مقبرة البانوراما وغيرها من المقابر الجماعية. بحر من الجثث تعوم عليه المدينة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية بعد معاركها بمساعدة التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة. هذا الأمر حول الرقة إلى مدينة من المكلومين. We'll be right back.
البعض يقول سوف يأتينا بالأنباء من لم نزود عن مدينة الرقة ما حدث فيها خلال 3 أو 4 سنوات، البعض يصفه بالفجيعة، الفجيعة التي سوف تتكشف خلال الأيام والشهور والسنوات القادمة، ليس في مدينة الرقة طبعا، في كل هذا الخط من الرقة إلى دير الزور إلى الرمادي وصولا إلى الموصل انتهاء بديالة. هذا الخط تعرض لطوال 3 أو 4 سنوات لأفعال لا أحد يعلم. نيويورك تايمز قالت قبل أكثر من 3 شهور، قالت إن ما حدث في هذه المناطق التي سيطر عليها تنظيم الدولة لم يظهر منه أقل، يعني الجزء اليسير الذي هو ظهر للإعلام، لا أحد يعرف ما الذي جرى هناك بالضبط في هذا الجزء من سوريا والعراق. أثار مشروع قرار داخل ولايتي أنطاليا وبورصة تركيتين حول منع السوريين من ارتياد شواطئهم أثار جدلا واسعا في البلاد بين مؤيد له ومعارض للقرار بصفته قرارا عنصريا لا يمت للإنسانية بصلة. الرئيس التركي نفسه وصف المطالبين به بالنازيين والمتشبهين بهتلر. هذا القرار لم يفعل القرار، تم تراجع عنه، لكن حملات ضد السوريين انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبة بصور اعتبروها مسيئة لتركيا. هذه الحملة كذلك شقت طريقها إلى السوريين أنفسهم بين من طالب المخالفين بالالتزام أو من اعتبر الحملة نوعا من المبالغة والحملات الانتخابية. هذه مسألة الشواطئ التركية ودخول السوريين، ذهاب السوريين للشواطئ التركية ليست جديدة. طوال السنوات الماضية على امتداد 3 أو 4 سنوات أثارت لغطا خاصة في فصل الصيف. طبعا فيها شيء من الحقيقة البعض يقول، لكن فيها أشياء كثيرة من المبالغة وعدم الصدقية. الآن البلاد مقبلة على إعادة انتخابات البلدية في إسطنبول في 23 من هذا الشهر، والكثر يقولون أن السوريين هم وجبة دسمة لأحزاب المعارضة لمزيد من كسب الأصوات والحصول على مزيد من التعاطف. لكن البعض يقول حتى لو ظهرت هذه الهاشتاجات وبعض التغريدات العنصرية هنا في تركيا ضد السوريين، لكن هناك تيار عريض من الشعب التركي والدولة التركية يمنع هذه الأشياء ويوقفها عند حدها. لكن البعض يقول هناك بعض التصرفات المحدودة يعني لبعض السوريين، قلة قليلة جدا، يعني بشر عاديون كالأتراك، شانهم شان الأتراك، يعني تصرفوا بعض التصرفات في بعض الشواطئ التركية تم تسليط الضوء عليها. الصورة الشهيرة يعني اللي أخذت السنة الماضية وأعيد استخدامها هذه السنة كذلك، مسألة الأرجيلة و
في يعني في 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 شاطئ تركي. البعض يقول يعني كثر يفعلون هذا الفعل، لكن السوريين حائطهم منخفض ويتم تسليط الضوء عليهم كثيرا، لكن في تركيا تبقى الامور البعض يقول تحت السيطرة، لا يعني حتى لو ظهرت هذه الهاشتاجات العنصرية بين الفينة والأخرى إلا أنها تجتث من أساسها. شهدت ساحة سمير القصير في العاصمة اللبنانية بيروت شهدت وقفة نظمها ناشطون ضد خطاب كراهية ضد اللاجئين السوريين. طبعا الأمور عند أخواننا الفينيين وصلت الذروة، وصلت ما بعد الذروة بذروة. الجماعة وقفوا وقفة احتجاجية أنه ضد خطاب الكراهية، خطاب العنصري والتحريض ضد السوريين، وهذه عبروا عن رفضهم للحملات التي تستهدف الوجود السوري في لبنان وتستهدف إعادة السوريين إلى حضن النظام. مع هذه الوقفة في ساحة سمير قصير نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام ما تبقى لهذا اليوم. غدا بإذن الله 9 مساء بتوقيت دمشق، ما تبقى جديد في أمان الله. الاعتصام كان يعني طبيعة الحال هذه خطوة كانت بتقديري ضرورية، لأنه جو البلد صار كتير يعني ضاغط وصار كتير في يعني ظواهر مش طبيعية يعني بالأيام العادية البلد ما بيعيشها. طبعا إفرازات وضع السياسي الداخلي اللي كتير مأزم، يعني الطبقة السياسية اللبنانية أولا يعني مسؤوليتها كتير كبيرة بهالمجال. في هناك نوع من يأس وفي نفس الوقت في نوع من قرف يعني بما حول ما يجري بالبلد، يعني طبقة سياسية غايبة ما بتحمل مسؤوليتها لا على الوضع السياسي والوضع الاقتصادي ولا حتى أيضا بالأمور اللي هي وطنية إذا شئنا يعني وخارجية وإقليمية وغيره. اعتصام اليوم هو ردة فعل على خطاب الكراهية اللي صار منتشر بشكل جدا واضح بالزواريب السياسية بالإعلام بالمؤسسات يلي يعني ممولة من شخصيات سياسية، وهذا الخطاب مستحيل انه يكون له مجده بمدينة مثل بيروت، معروفة انه كانت نافذة ثقافية لكثير من الكتاب والشعراء السوريين والصحفيين يلي نوعا ما بنوا بذاكرتنا بعض القيم بما يختص بحقوق الإنسان وحتى الثورة ضد المستبد. جينا لهون اليوم ضد الكراهية، ضد الخطابات العنصرية اللي عم بتصير. من شو عم بيصير هيدا الشيء؟ أكيد من وراء الخطابات السياسية اللي عم بيلقيها أول واحد هو جبران باسيل، عم بضل يحقن بهالشعب والشعب بده يرد، مش عارف شو بيصير على الأرض، مش عارفين كيف اللاجئين عايشين، خلاص بيشوفوا السياسيين شو بيقولوا، خلاص مش الحال، قال لنا هيك يعني هو أخذ بلدنا أخذ حياتنا أخذ كل شيء، فكرمال هيك جايين لهون نقول خلص نحن كلنا شعب واحد إيد وحدة بنعيش مع بعض من دون أي كراهية.